أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا ليوم الاثنين 27/3/2017، وإليكم الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ تأثر الدولة بمنخفض جوي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، تصاحبه رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة سرعة وقوية أحيانا على البحر مع وجود السحب الركامية، ويستمر الطقس الغير مستقر حيث تزداد كميات السحب على معظم مناطق الدولة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، وتخف حدة حالة عدم الاستقرار مع آخر الليل وصباح الثلاثاء، حيث تقل كميات السحب تدريجيا وتخف سرعة الرياح مع آخر الليل وصباح الثلاثاء. وننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم الساحلية، حيث تتراوح العظمى ما بين 24 إلى 30 درجة مئوية، والصغرى ما بين 18 إلى 21 درجة مئوية. أما المناطق الداخلية حيث تتراوح العظمى ما بين 27 إلى 34 درجة مئوية، والصغرى ما بين 16 إلى 19 درجة مئوية. وننتقل للمناطق الجبلية حيث تتراوح العظمى ما بين 13 إلى 21 درجة مئوية، والصغرى ما بين 8 درجات إلى 15 درجة مئوية. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب مع نشاط السحب نهارا، يصبح متوسط ليلا وصباح الثلاثاء. وكذلك الحال في بحر عمان، مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة مع نشاط السحب، لذا نحذر من ارتياد البحر نظرا لاضطرابهما. دمتم في حفظ الله ورعايته.